السلام عليكم. كيف الحال يا شباب؟ الحمد لله دكتورة. تمام الحمد لله دكتورة. حد عنده أي سؤال شباب بخصوص المادة لحد هون؟ طيب هلأ هون في كنا بلشنا المحاضرة الماضية، بدأنا بإكزامبل كان مطلوب منه عدة أشياء. هذا عملناه بارت E. هلأ خلينا نيجي لبارت F. إذا هو كان معطيني السؤال، معطيني 3 فيكتورز ماشي، وطالب عملنا عدة أشياء. هلأ طالب مني ببارت F إنه نطلع a unit vector perpendicular to both Q and R. ماشي، خلينا معناته نروح أول شيء على ال whiteboard، نرجع نكتب ال vectors مرة ثانية. Q and R. P Q إذن يا شباب هي الثلاثة فيكتورز كتبناهم. هلا المطلوب اف، مطلوب انه find a unit vector perpendicular to both هو فيكتور Q and R. إذا بدنا نطلع يونت فيكتور يا شباب، هذا اليونت فيكتور يكون عمودي على كل من Q و R. أوكي، كيف بدنا نسوي؟ مين يقول لي كيف راح نحلو هذا؟ على الكروس برودكت صح؟ بالضبط على الكروس برودكت. إذا على الكروس برودكت نعمل Q كروس R، بيكون الناتج هو عبارة عن فيكتور عمودي على كل من Q والR. ماشي، فبنحط هون A sub X A sub Y and A sub Z. وهون عندنا 2 minus 1 2، وهون 2 minus 3 and 1. هذا بيساوي اللي هو
minus a sub y 2 minus 4 plus a sub z اللي هو minus 6 plus 2. هذا ايش بيساوي؟ بيساوي 5 a sub x plus 2 a sub y minus 4 a sub z. ماشي. هل هذا الفيكتور اللي طلع معنا اللي هو q cross r هو عمودي على كل من q وعلى r، بس هم كمان طالبين غير انه يكون عمودي، طالبين انه يكون يونت فيكتور. فشو بدنا نساوي؟ نقسم على الماجنيتيود تبعه، الاتجاه اللي طلع بنقسمه على قيمته كماجنيتيود. يس بالضبط، يونت فيكتور خلينا نسميه A يساوي اللي هو 5 A sub X plus 2 A sub Y minus 4 A sub Z مقسوم على 25 plus 4 plus 16 اللي هو جذر 45. هيك احنا طلعنا يونت فيكتور ماجنيتيود له واحد، بنفس الوقت هو perpendicular لكل من فيكتور q and r. طيب هذا بالنسبه لبارت f. هلا بارت g طالب the component of p along q. The component of P along Q. إذن بدنا نطلع the component of P along Q يا شباب. خلينا نقول إحنا بدنا the vector component. أنا لو بالامتحان دائما بحدد لكم بطريقة واضحة إنه أنا بدي scalar component ولا vector component. خلينا نضيف كلمة vector component عشان الشيء يكون أوضح بالنسبة لنا. ماشي؟ الـ vector component P along Q يا شباب، P sub Q اللي أسميها. كيف بدنا نطلعها؟ هي دوت Q ضرب الـ vector Q على magnitude الـ Q تربيع. P dot Q مظبوط، P dot Q اللي هو بعدين بدنا نقسم على الماجنيتيود دال Q، بعدين بدنا نعطيه اتجاه A sub Q صح؟ A sub Q كيف بدنا نطلعه؟ اللي هو ال Q على الماجنيتيود إلها، فبصير عندنا زي ما قالت الدنيا P dot Q P dot Q على ال Q تربيع مضروبهم في الكيو ضرب عادي. بصير عندنا اللي هو بي دوت كيو بتساوي مين ينقل لي البي دوت كيو يا شباب؟ دكتورة هي بتطلع 4 ناقص 2 اللي هي 4 ناقص 2 صحيح، والكيو الكيو تربيع اللي هي 4 زائد واحد زائد أربعة اللي هي تسعة، وفي الكيو نفسها في 2 a x ناقص a y زائد 2 a z. أيوة 100%. فبصير عندنا اللي هو 2 على 9 في الكيو أو الفيكتور هذا 2 a x plus a y plus 2 a z.
إذن هذا هو المطلوب بالنسبة للفيكتور كومبوننت of P along the Q. هلا لو كان طالب مني بدل الفيكتور كومبوننت سكيلر كومبوننت شو بنساوي بهاي الحالة؟ لو كان السكيلر لو كان مطلوب السكيلر سكيلر كومبوننت دكتورة بدخل الاثنين على تسعة على القوس وبوجدها تحت الجذر بتصير اللي هي ال P dot Q على الماجنيتيود لل Q بس مظبوط اللي بتساعد يعني بدون جذر دكتورة ايش بدون جذر دون جذر يعني البي دوت كيو اللي طلعت معنا اثنين اثنين على كيو اللي هي جذر لا جذر على ثلاث تطلع على جذر الثلاث عفوا على جذر التسعة مظبوط هيك تطلع مظبوط يا شباب حد عنده يعني مش واضحة دكتورة ممكن تعيديها هذا طلب من هذا نفس السؤال على فكرة يا شباب بس أول شيء هون كان هون بالأول طالب الفيكتور كومبوننت فالفيكتور كومبوننت أول شيء الماجنيتيود للفيكتور هو عبارة عن بي يعني الكومبوننت نفسه الماجنيتيود اللي هو بي دوت كيو على الماجنيتيود للكيو اللي هو هذا الجزء هذا هو الماجنيتيود فقط بعدين إجينا حطينا اليونت فيكتور A صب كيو هذا عشان نعطيه اتجاه فالماجنيتيود نزلناه زي ما هو بعدين الـ A sub Q كيف بدنا نطلعها الـ A sub Q لحالها بتساوي الـ Q على Q على الماجنيتيود ف يعني هاي الـ Q على الماجنيتيود إلها بيعطيني الـ A sub Q ماشي فالماجنيتيود فعليا هو P dot Q على Q فقط اللي هو الثلثين هذا هو الماجنيتيود ماشي لكن هذا الجزء هو عشان نعطي اتجاه للكومبوننت لكن لما يكون طالب مني سكيلر كومبوننت خلص مباشرة بطلع الماجنتيود هو P dot Q على Q بدون اتجاه يعني ما فيش داعي هاي ما إلهاش داعي يونت فيكتور فهيك بتطلع معنا مباشرة اللي هي ثلثين يعني مقدار بدون اتجاه ها؟ مقدار بدون اتجاه أيوة مقدار بدون اتجاه طيب خلينا نرجع نشوف أعتقد الإكزامبل خلص خلص الإكزامبل هاي الحلول هذا اكسرسايز كمان كويس تحلوه في البيت أجوبة موجودة تطبيق على الأفكار اللي اشتغلنا عليها طيب هلا عندنا example الاكزامبل بيقول لي انه derive the cosine formula الكوساين فورمولا يا شباب اللي هي A تربيع بتساوي B تربيع plus C تربيع minus bc كوساين الـ a ماشي خلينا نروح على الوايت بورد نعمل اشتقاق للكوساين فورمولا اذا الكوساين فورمولا الـ a تربيع بتساوي الـ b تربيع plus C تربيع minus 2 A B cosine الـ A دكتورة هذا مش داخل بالكويز تبع يوم الأربعاء هذا مش داخل في الكويز هذا تطبيق هذا تطبيق يعني يعني هو ما فيهوش فكرة جديدة هذا مش راح تحفظه أنت هذا القانون إحنا بدنا نشتقه بس نشتقه بناء على المعلومات اللي إحنا أخذناها في هذا الشابتر ماشي
طيب فخلينا نرسم المثلث احنا. خلينا نستخدم نفس النوتيشن اللي في النوتس. طيب عندنا مثلث بهذا الاتجاه هذا الشكل، هاي الفيكتورز اللي فيه ماشي، هذا بدنا نسميه الفيكتور A وهذا الفيكتور B وهذا الفيكتور C ماشي. كل واحد هاي الزاوية C كابيتال C، هاي الزاوية كابيتال B، وهاي الزاوية كابيتال A ماشي. هلأ مجموع الفيكتورز هذول الفيكتورز كلهم ماشيين بنفس الاتجاه بيسووا شكل مغلق يا شباب، مجموعهم شو بيساوي؟ زيرو. بالضبط زيرو، A plus B plus C بيساوي زيرو. أوكي هلأ خلينا نحط الـ A لحال والـ B والـ C لحال، minus B plus C. أوكي هلأ نيجي ناخذ الـ dot product الـ A مع نفسها، A dot A حتساوي إيش؟ اللي هو B plus C dot B plus C minus مع N minus بتروح، فبصير عندنا اللي هو الـ B dot الـ B مزبوط. مين ينقلني هون؟ B C زائد سي دوت بي مزبوط، وفي سي سي كمان سي سي هون. البي دوت بي شو بتساوي؟ اللي هي البي تربيع، والسي دوت سي بتساوي السي تربيع. هلا نيجي على البي سي والسي بي، ال خلينا نغير اللون هون. عندنا البي دوت سي هاي اتجاه البي وهي اتجاه السي ماشي. البي دوت سي شو بتساوي؟ الزاوية بينهم ايش؟ بين البي والسي شو الزاوية؟ هاي مزبوط اللي بالاخضر مش الاي. كم بتساوي الزاوية بين البي والسي يا شباب؟ المكمل للاي كابيتال اللي هي 180 ناقص اي كابيتال مزبوط، 180 ماينس اي. طيب و اوكي فبصير عندنا هون البي دوت سي نفس السي دوت بي اللي هي بتساوي ايش؟ زائد 2 بي سي كوساين الزاوية بينهم مزبوط اللي هو 180 ماينس اي، وهذا بيساوي عندنا البي سكويرد بلس سي سكويرد ماينس مزبوط. هاي لو منفكها تطلع كوساين 180 كوساين اي، تطلع ماينس كوساين الاي، سو بتصير عندنا ماينس 2 بي سي كوساين الاي اللي هو هذا قانون الكوساين اللي احنا بدنا نثبته فوق. نسيت تربيع. طيب نشوف المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده كمان ان نثبت قانون الساين. اوكي اللي هو قانون الساين اللي هو الـ A على ساين الـ A عندنا اللي هو ساين الـ A على الـ A بيساوي ساين الـ B على الـ B بيساوي ساين الـ C على الـ C ماشي. كيف بدنا نثبته هذا كمان؟ باستخدام الشكل المغلق اللي عندنا هون.
طيب لو اجينا يا شباب على هذا الشكل المثلث اللي احنا رسمناه اول شيء، جينا كملنا هذا الشكل عملناه متوازي اضلاع من المثلث، رسمنا متوازي الاضلاع هذا ماشي، وبينا علاقة مساحة المثلث هذا، شو علاقتها بمساحة متوازي الأضلاع؟ هذا المثلث ABC كيف نطلع مساحته؟ The area of triangle اللي هو ABC is equal to what يا شباب؟ شو علاقة، طيب شو علاقة مساحة المثلث بمساحة متوازي الأضلاع اللي مشترك مع هذا المثلث؟ شو شو العلاقة؟ بتكون مساحة متوازي الأضلاع 2 في مساحة المثلث. مظبوط 100%. طيب مساحة متوازي الأضلاع كيف ممكن أطلعها؟ A كروس B. بالضبط A كروس B. زي ما قالت ميس، إذا نطلع الـ A كروس B هاي بتساوي مساحة متوازي الأضلاع، ونفسها بتساوي إيش؟ الـ A كروس C ماجنتيود، خلينا نقول ماجنتيود، ونفسها بتساوي بس الـ B كروس C. يا شباب هذا متوازي الأضلاع أي ضلعين في نعمل الكروس برودكت بيساوي مساحة متوازي الأضلاع، فتفرقش إنه A كروس B ولا A كروس C ولا B كروس C، لازم يطلع معانا نفس المساحة نفس الأريا ماشي. طيب مساحة المثلث شو علاقتها؟ قلنا إنك بدك تضرب في نص ماشي. طيب نص بتروح مع بعض طبعا. هلا طب كيف بدي اطلع الماجنتيود للكروس برودكت هون؟ A كروس B شو بتساوي يا شباب؟ ماجنتيود كيف بدي اطلع الماجنتيود لل A كروس B؟ A B ساين الثيتا بيناتهم بالضبط، ماجنتيود لل A في الماجنتيود لل B في ساين الزاوية اللي بينهم، شو الزاوية بين ال A وال B؟ ال A هاي ال A وهي ال B، شو الزاوية بينهم؟ C. C طبعا هلا هي مش C، هي 180 ناقص C مظبوط، بس بس بالنسبة للساين ما بتفرق، ساين ال 180 ناقص C بتساوي نفسها ساين ال C مظبوط؟ لو كانت كوساين محصورة سامعة ايش؟ مش هي نفس الزاوية المحصورة؟ الزاوية لا مش الزاوية المحصورة، هذا اتجاهه هيك الـ A والـ B اتجاهه هيك، فهي المكملة هاي. انت بهمك اتجاه السهم وين؟ ماشي؟ فبس احنا بالنسبة للساين ما بهمنا، يعني ساين الـ 180 ناقص C بيساوي نفسها ساين الـ C. فعندنا هون الـ A كروس B عبارة عن AB ساين الـ C ماشي؟ الـ A كروس C شو بتساوي؟ الماجنتيود A في C في ساين الزاوية بينهم A و C، هاي الـ C وهي الـ A، هاي الـ C تجاه الـ C، بس الزاوية بين الـ A والـ C هي هاي اللي هي الـ 180 ناقص A اللي هي نفسها ساين، يعني نفسها ساين الـ A ماشي، ونفسها بتساوي ال B C ساين الزاوية اللي بينهم، هاي ال B وهي ال C اللي هي ساين ال A ماشي. هلا خلينا نقسم كل الحدود على ايش يا شباب؟ هون هون شو بدنا نقسم الحدود كلها على ايش؟ على اثنين على A على A B C
ABC ABC ونختصر الأشياء المشتركة. AB بتروح مع AB بصفي عنا اللي بتضل اللي هو sin C على C بيساوي sin B على B نفسها sin A على A اللي هو قانون الساين. ماشي؟ عملناه. طيب هلا بدي تشوفوا هذا الاكزامبل يا شباب اللي هو بعد ما كملنا اثبات قانون الساين. هذا الاكزامبل اللي هو بيقول لك انه تطلع المسافه بين نقطه ولاين. هذا الاكزامبل بدنا نوقف عنده ونرجع له بعدين، يعني هاي نوقف هون ونروح على شابتر 2. خليكم معي، نمشي من هون عند هذا الاكزامبل، ضل ماشيين حتى نوصل لعند شابتر 2. رح ناخذ شابتر 2 نكمله إن شاء الله، بعدين نرجع للمادة اللي من عند الإكزامبل لنهاية شابتر 1. يعني انتبهوا لها الشغلة. طيب هلأ شابتر 2 اللي هو طبعاً بعنوان Coordinate Systems and Transformation. هلأ إحنا كل المادة اللي تعرفنا عليها في شابتر 1 كانت بإيش؟ بأي Coordinate System. كارتيزيان. كانت بالكارتيزيان، مظبوط. هلا في هذا الشابتر راح نتعرف على two other coordinate systems اللي هم واحد الاول اسمه cylindrical system والثاني اسمه spherical system. راح نتعرف عليهم شو الكومبوننتس اللي فيهم، الاكسس الاساسيه فيهم، وكيف انه نحول بين هاي السيستمز. مثلا بعد ما نتعرف على cylindrical system كيف نحول أي فيكتور من الكارتيزيان للسيلندريكال أو من السيلندريكال للكارتيزيان. ونفس الشيء بالنسبة للأذر سيستم اللي هو سفيريكال، بنتعلم شو الكومبوننتس الأساسية في السفيريكال، وبعدين كيف إن نحول أي فيكتور من الكارتيزيان للسفيريكال ومن سفيريكال للكارتيزيان. وهيك بنكون يعني بس ناخذ هاي الأشياء بنكون كملنا الشابتر. فهو مش طويل هذا الشابتر والأفكار فيه محدودة، فقط إن نعرف two other systems كيف نحول بينهم وبين الكارتيزيان. طبعاً هلأ ممكن حدا يعني يقول إنه طيب خلينا أول إشي نقول إنه نعرف الأورثوغونال coordinate system. هو السيستم اللي إيش يا شباب؟ مين بيعرف الأورثوغونال كوردينيت سيستم؟ الأورثوغونال كوردينيت سيستم هو السيستم اللي بيكون المحاور الأساسية فيه متعامدة على بعض. زي مين؟ شو مثال على الأورثوغونال سيستم؟ إكس واي زد. بالضبط، كارتيزيان سيستم. وراح نشوف انه كمان التو اذر سيستمز اللي راح نتعرف عليهم اللي هم الكارتيزي السلندريكال اند سفيريكال كمان هم عباره عن اورثوغونال سيستمز. اوكي، فكل السيستمز اللي راح نتعامل معهم في هذا المساق هم عباره عن اورثوغونال سيستمز. طيب احنا يعني بشابتر 1 تعرفنا على الكارتيزيان سيستم كيف بنمثل اي فيكتور بالكارتيزيان سيستم. فليش بتتوقعوا انه انا بحتاج اني اتعرف على other coordinate systems؟ ليش ما يعني ليش ما يكون الكارتيزيان سيستم وخلص نوقف عنده؟ عشان
دكتورة ممكن لأنه إذا يعني في تطبيقات ثانية أستخدم فيها أنواع ثانية من المحاور بتكون أسهل؟ بالضبط بالضبط، فقط من باب إنه السهولة. يعني أنت فعلياً إذا نقطة معينة بالإكس واي زي موجودة في مكان معين في السبيس وعبرت عنها أنا بالكارتيزيان سيستم، مثلاً عبرت عنها بالإحداثيات اللي هم 3 4 5، هاي البوينت. هل هاي البوينت لما أحولها مثلاً للسيلندريكال سيستم هل راح يتغير مكانها ولا بتضل بنفس المكان؟ ما هي نقطة ثابتة ما بتتغيرش، ظل مكانها بالضبط. لكن لما نعبر عنها بالسيلندريكال سيستم راح تتغير الأرقام، بدل ما يكون 3 4 5 راح تطلع أرقام جديدة بالسيلندريكال سيستم. تغير الأرقام بالسيلندريكال سيستم لا يعني إنه مكان البوينت تغير، البوينت مكانها ثابت، ولكن بالإحداثيات الجديدة طلع معي أرقام جديدة. والسبب في ذلك إنه يعني زي ما قالت دنيا إنه إحنا بنتعرف على other systems عشان إنه في عنا applications بيكون مثلاً مسألة معينة إني أتعامل مع الإحداثيات بالسيلندريكال سيستم كثير أسهل علي من أن أتعامل معها بالكارتيزيان سيستم. ولكن في مسائل أخرى مثلاً راح ألاقي إنه مثلاً الكارتيزيان أسهل إني أتعامل من السيلندريكال وهكذا. فهم يعني خلينا نقول بدائل أخرى للكارتيزيان سيستم بحيث بتيح لي حسب المسألة اللي بين إيدي إني أتعامل بالمسألة بأذر كوردينيت سيستمز، لأنه هذا رح يوفر علي وقت وجهد في حل المسألة. يعني في مسائل تنحل جزء بسطرين أو 3 سطور بالسيلندريكال سيستم، لكن إذا بدي أحلها بالكارتيزيان سيستم ممكن تأخذ معي 3 صفحات. ففي جهد كبير أنا بوفره على حالي لما أختار الكوردينيت سيستم المناسب للمسألة اللي بين إيدي. طيب إذن هذا بالنسبة للمقدمة. هلا نرجع مراجعة سريعة للكارتيزيان سيستم. الكارتيزيان سيستم أي بوينت أنا بعبر عنها في الكارتيزيان سيستم بالX Y and Z. لو نيجي على الرينج أوف فاليوز بالنسبة للX Y Z في الكارتيزيان سيستم راح نلاحظ إنه الX قيمها المتاحة بين مين ومين؟ ماينس انفينيتي لانفينيتي. مظبوط، هذا بالاكس. والواي كمان من ماينس انفينيتي لانفينيتي. والزي نفس الواي ماينس انفينيتي لانفينيتي. بالضبط، ما فيش اي ليميتيشن على قيم الاكس والواي والزي في الكارتيزيان سيستم، كل واحد منهم بيروح من ماينس انفينيتي لانفينيتي. طيب قلنا كمان انه كيف بنعبر عن الفيكتور بالكارتيزيان سيستم، يا اما بدلاله الكومبوننتس كما يعني هون مبين، او بدلاله اللي هو باستخدام اليونت فيكتورز. طيب نيجي هلا للسلندريكال سيستم ونشوف شو المكونات الاساسيه بالنسبه للسلندريكال سيستم. طيب السلندريكال سيستم يا شباب زي ما هو مبين معنا هون في الرسمه، إذا عندي بوينت معينة في النقطة هاي ماشي في السيلندريكال سيستم، فإنه إحداثيات هاي الكومبون إحداثيات هاي البوينت في السيلندريكال سيستم هي عبارة عن رو فاي ان زي. رو فاي ان زي، الرو شو بتمثل للرو؟ بتمثل إذا البوينت هون بتمثل نصف قطر الروب، إذا بتمثل نصف قطر الدائرة اللي بتمر بالبوينت هاي الحمراء، هاي الدائرة اللي بتمر بالنقطة بالبوينت، نيجي نشوف نصف قطرها بتطلع روب، فهذا بالنسبة للإحداث الروب. أوكي، أو خلينا نقول الروب كمان بتمثل المسافة القطرية من محور الزي من الزي أكسس لسطح الإسطوانة اللي بمر بالبوينت بي، هذا هو سطح الاسطوانه الخارجي، فالمسافه الراديال هاي مثل لي الروم. طيب نيجي للفاي الكومبوننت الثاني في السلندريكال سيستم اللي هو الفاي. الفاي بيمثل لي الزاويه اللي بقيسها من الاكس اكسس بمشي بعكس عقارب الساعه ماشي. اذا ببدا عند البوزيتيف اكس اكسس بلف بعكس عقارب الساعة، فالزاوية بوصل عند هاي النقطة P هيها،
فبوقف هون، فبتكون هاي الزاوية فاي اللي اللي تابعة للبوينت بي. اوكي، وبالنسبة للإحداث الزي في السيلندريكال سيستم هو نفس معنى الإحداث الزي في الكارتيزيان سيستم، واللي هو بيمثل لي ارتفاع الـ يعني النقطة البي البوينت بي عن اللي هو الإكس واي بلين. فالزي في السيلندريكال سيستم هي it's the same as the z in the cartesian system. طيب هاي بالنسبة للتعريفات الـ بالنسبة للرو فاي and z. هلا نيجي للرينج اوف فاليوز بالنسبة لهذول الكوردينيتس في السيلندريكال سيستم. الرو يا شباب الاحداث رو، شو بتتوقعوا الرينج اوف فاليوز اللي بتحصر الرو؟ من صفر للما لا نهاية. ليش مش من صفر؟ ليش مش اقل من صفر؟ دكتور نصف القطر ما بيصير يكون سالب. بالضبط، لان الرو بتمثل لي نصف قطر الاسطوانه، بالتالي نصف القطر دائما قيمه موجبه، وبالتالي اقل شيء بتكون زيرو، بتروح للانفينيتي. طيب نيجي للزاوية فاي، مين يقول لي شو الرينج اوف فاليوز للزاوية فاي؟ من ماينس انفينيتي لانفينيتي. الفاي بتمثل لي زاوية يا شباب بالراديان، من صفر لاثنين باي. من صفر لاثنين باي بالضبط، يعني لو كنت انا واقفة على الاكس اكسس بتكون الزاوية زيرو، امشي هيك بتزيد هون مثلا 45 درجة او اللي هي باي على اربعة، هون بتزيد لما أصير أنا وراء بالجزء الخلفي من الإحداثيات صارت تكبر، صارت 270 هون، صارت 180 عفوا، بعدين هون صارت 270، بعدين هون لما أرجع بتكون 2 باي. فهي دائرة كاملة، قيمة الفاي دائرة كاملة، فهي from 0 to 2 باي. ماشي، وآخر شيء الإحداث الزي من وين لوين يا شباب يأخذ قيم؟ من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية. بالضبط، from minus infinity to infinity. إذن هذا بالنسبة لل range of values اللي بتاخذها الثلاثة components في cylindrical system. طيب نيجي هلأ كيف نعبر عن إنه vector بدلالة cylindrical system. vector نكتبه زي ما كنا نعمل بالcartesian system اللي هو بدلالة components سبعته a sub rho A sub phi و A sub z، أو بنقول إنه A sub rho along the rho direction plus A sub phi along the phi direction plus A sub z في ال unit vector along z. طبعاً A sub rho, A sub phi, A sub z are the unit vectors in the rho, phi and z directions. ونيجي للماجنتيود لأي vector cylindrical system نفس الطريقة اللي كنا نطلع فيها الماجنتيود in the Cartesian system، اللي هو بناخذ كل component من components تبعون الفيكتور بنربعه وبنجمعهم لبعض، بعدين بناخذ ال square root للمجموع تبعهم. اوكي، هلا اذا تتوقعوا اذا كان عندي مثلا فيكتور معين بالكارتيزيان سيستم وكان الماجنتيود لهذا الفيكتور بيساوي 7، فيجي نحولنا هذا الفيكتور للسيلندريكال سيستم وطلع لنا التمثيل تبعه مختلف، ارقام مختلفه. لما نيجي نطلع الماجنيتيود للاي في السيلندريكال سيستم بيطلع 7 ولا بيكون مختلف؟ اي شباب المفروض يكون نفسه صح؟ نفسه بالضبط، لأنه يا شباب يعني هاي معلومات، هاي common sense، يعني أنت يعني تدرس engineering فمش كل إشي لازم تخضع، يعني ماشي كله معادلات وإشي أشياء يعني بدها حسابات، بس مش كل إشي في أسئلة عامة بتقدر يعني تفكر فيها على common sense إنه يعني تعطي الجواب بسرعة، لأنه انت لما بتحكي عن فيكتور معين، فيكتور معين مثلا قد يكون هذا الفيكتور اللي هو بيمثل لي الطريق من اربد لعجلون، هذا الفيكتور كماجنتيود واتجاه هو الطريق من اربد لعجلون،
هلا اذا انا مثلته بطريقه الكارتيزيان كان له ماجنيتيود مثلا 40 كيلو، فمفروض لو مثلته بالسلندريكال ولا بالسفيريكال يضل نفس الفيكتور، نفس الطول ونفس الاتجاه. فاحنا بنحكي عن فيزيكال كوانتيتيز، يعني هاي الفيزيكال كوانتيتيز مفروض تضلها ثابته بغض النظر عن الطريقه اللي انا بعبر فيها عنه. ماشي؟ يعني القيمه بتضل، يعني الكوانتيتي بتضلها ثابته بغض النظر انا شو باي نظام مثلتها. فالفيكتور معناته باي سيستم انا عبرت عنه بغض النظر عن نوع السيستم اللي انا عبرت عنه فيه لازم الماجنتيود له يكون ثابت نفسه. وهي طريقه كويسه يعني اذا كنت مثلا بامتحان او بحل مساله معينه بدك تحول مثلا فيكتور معين من الكارتيزيان للسلندريكال او بالعكس. نفترض انه كان معك الفيكتور معبر عنه بالكارتيزيان وبدك تحوله للسلندريكال، هلا لما حولته طلع معك قيمه لايرو، قيمه لاي فاي، وقيمه للاي زي طريقه معينه عشان جزء حولت انت ومشيت صح، بس انه مش عارف انه هل الجواب النهائي تبعي صح ولا لا. طريقه سريعه انك تتاكد محلك صح انه تطلع الماجنتيود للفيكتور في السلندريكال وتقارنه بالماجنتيود في الكارتيزيان، اذا القيمتين نفس الشيء معناته امورك كلها تمام، حلك للاخر بيكون صحيح، صحيح 100%. لكن اذا طلع الماجنتيود بيختلف معناته بدك تشوف، بدك تكون متاكد انه صار عندك خربطه في الحل وتروح تلاقي وين انت خربطت بالضبط. طيب هلا نيجي نعمل دوت برودكت، دوت برو الاي سب رو دوت اي سب رو شو بتساوي يا شباب؟ واحد. واحد اي يونت فيكتور بالسلندريكال سيستم مع نفسه بيعطينا واحد لانهم بنفس الاتجاه. هلا نيجي نعمل الاي سب رو دوت مع الاي سب فاي، شو بتطلع هون؟ لازم صفر زيرو، لانه زيرو. لانهم لانه المحاور متعامده مع بعض والزاويه بينه 90 درجه. طيب ممتاز، هلا نيجي على الاي، نرسم المحاور بالسلندريكال سيستم، هاي الاي رو، هاي الاي فاي، هاي الاي زي، زي ما عملنا بالكارتيزيان سيستم بنرتبهم بهذا الشكل وبنمشي فيهم مع عقارب الساعه. إذا كان الكروس برودكت مع عقارب الساعة بتطلع النتيجة بوزيتيف، إذا كانت عكس عقارب الساعة بتطلع النتيجة نيجاتيف. فهون عندنا A sub rho cross A sub phi شو لازم يعطيني؟ بوزيتيف A sub Z. نفس الشيء A sub phi cross A sub Z يعطيني بوزيتيف A sub rho. ماشي؟ و A sub rho كروس عفوا A sub phi كروس A sub Z لازم هاي قلناها بتعطيني بوزيتيف A phi A rho. ماشي؟ فهاي الكونفنشن هاي لازم تكونوا عارفينها انه لازم تعطيني بوزيتيف results. طيب هلا نيجي على الترانسفورميشن بين البوينتس، عندي بوينت معينة في الكارتيزيان سيستم بدي أحول الإحداثيات تبعتها للسلندريكال سيستم. ماشي؟ فعندي هون إذن بوينت كانت بالX Y and Z بالكارتيزيان سيستم بدي أحولها لنفس البوينت بس إحداثياتها رو فاي and Z. اوكي فهون يا شباب البوينت كانت اذا اكس واي زي احولها اذا كانت اكس واي اند زي احولها للرو فاي اند زي. طيب شو بتتوقعوا الرو بتساوي؟ هي احداثيات البوينت بالاكس واي زي، بدي اطلع الرو تبع هاي البوينت. كيف بدي اطلع الرو؟ الرو هي يا شباب المسافه بين الزي اكسس والسلندر، هاي هي الرو. شو علاقه الرو بالاكس والواي؟ نفس
متساويات حصلتهم حصلتهم x سكويرد plus y سكويرد تحت الجذر الرو لو نطلع الرو يا شباب هون جاي بالنص الرو بالنص ما انت خذ الواي هاي الواي لا شوي هي الرسمة خلينا اعتبروا هذا الخط اللي رسمته موازي للواي ماشي فتطلع هاي الاكس هاي الواي هاي الرو الرو هي محصلة الاكس والواي ماشي فالماجنتيود للرو بيساوي الماجنتيود اللي هو جذر التربيعي على الاكس سكوير بلس واي سكوير طيب نيجي للفاي علاقة الزاوية فاي بإحداثيات الاكس والواي والزي هاي الفاي يا شباب شو علاقتها بالاكس والواي والزي هذا عبارة عن مثلث قائم الزاوية يا شباب هاي الزاوية قائمة هذا عبارة عن مثلث قائم الزاوية أحد أضلاعه الإكس والضلع الثاني هو الواي ماشي ومحصلتهم الرو فشو شو كيف بطلع الفاي من مثلث متعامد أو قائم الزاوية ترى عن طريق الجيب طريق التان إنفرس تان إنفرس الفاي هي التان إنفرس لإيش الواي على الإكس مظبوط هي الفاي وهي قبالها الواي وهي جنبها الإكس والزاوية قائمة هون مظبوط يا شباب وعندنا آخر شيء الكومبوننت الزي تبع البوينت بالسلندريكال شو بيساوي نفس الزي تبع الكارتيزيان فإحنا فعليا من الكارتيزيان للسلندريكال محتاجين فقط نحول two components الزي لأنها بتظلها نفسها ماشي إذن هذا بالنسبة للترانسفورميشنز اللي بتخص البوينت ماشي طب هلا نرجع رجوع نعتبر انه انا البوينت اصلا كانت بالسلندريكال البوينت اصلا احداثياتها كانت بالرو والفاي والزي بدي ارجعها للاحداثيات الكارتيزيان بدي ارجعها للاكس واي اند زي يعني عكس ما اشتغلنا قبل شوي فالاكس شو بتساوي الاكس بدي اطلعها يا شباب هاي الاكس بدي اطلعها بدلاله الرو والفاي والزي شو علاقة الإكس هاي بالرو؟ مش الرو هي إكس زائد واي؟ لا آه هي إكس هي إكس زائد واي بالمحصل بالفيكتور سميشن الفيكتور سميشن لكن هي الماجنتيود احنا هون نحكي عن ماجنتيود الماجنتيود للرو هو حسب فيثاغورس بيساوي الاكس تربيع زائد واي تربيع تحت الجذر هلا احنا بدنا نرجع للمساله رجوع نفترض انه المساله معطيتني معلوم عندي الرو والفاي والزي مطلوب اني اطلع الاكس والواي والزي كيف بدي اطلع الاكس من المعلوم اللي عندي اللي هو الرو والفاي والزي هذا مثلث قائم الزاوية هي أضلاعه هي الإكس وهي الواي وهي الرو فشو علاقة الإكس بالرو كيف بدي أطلعها منها دكتورة واي تربيع ناقص رو تربيع لا اللي هي رو بصيرش هلا أنا هون طيب هلا أنا هون بدي أحط على شمال المساواة بدي الإكس على يمين المساواة مش ممنوع إني أشوف إكس أو واي مسموح فقط إني أشوف رو فاي أو زي لأنه إحنا ما بنعرفش هاي المعاليم بالنسبة إلي ماشي؟ رو كوساين الفاي أيوة رو كوساين الفاي 100% واضحة يا شباب هاي مثلث قائم الزاوية هاي المحصلة هاي الزاوية هاي الإكس بتساوي رو كوساين الفاي طيب الواي شو بتساوي؟ رو في ساين الفاي مظبوط 100% رو ساين الفاي والزي شو بتساوي؟ تضل نفسها تضلها نفسها مظبوط 100% إذن
هيك احنا بنحول بالنسبه للبوينت. احنا هسه لغايه الان شباب احنا بنحكي بوينتس، مش ما جبناش سيره الفيكتور، احنا بنحكي بوينتس. فحولنا البوينت من الكارتيزيان للسلندريكال، بعدين رجعنا رجوع اللي هو من السلندريكال للكارتيزيان. هيك احنا خلينا نوقف هون، وبتمنى منكم يا شباب انكم تراجعوا يعني المحاضرات تدرسوها اول باول، لانه خلص يعني هذول اللي خلينا نحكي الشابتر اللي مر وهذا الشابتر هم البيسكس اللي بخلوك تعرف كيف تتعامل مع الديفرنت كوردينيت سيستمز. الشباب اللي بيضل هو عباره عن تطبيقات، فاذا انت كنت عارف فاهم مظبوط الديفرنت كوردينيت سيستمز وكيف التحويلات بينهم، خلص المسائل الثانيه بتصفي مساله افكار. اما اذا ما كنتش فاهم هاي الاساسيه بتصير تحس انه المساله بتصير يعني عليك اصعب واصعب، بصير انك انت مش فاهم التحويلات ومش عارف الفكره كمان تبعت السؤال. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام، يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتوره. هاي ثاني محاضره لي، انا كلمت من الكويت. زين دكتوره، الاي ليرنينج ما في شيء بالتشابتر او شغله على اساس اراجع عليه؟ ما عندي شيء واحد ظاهر في التعلم الالكتروني. انت كنت في الكويت واجيت على الاردن يعني هاني؟ لا حاليا موجود في الكويت دكتوره. طيب ليش ما دخلت من بدايه الفصل؟ اساس كان في مشكله في الزوم، ما زوم وحلت المشكله. طيب احنا صرنا اكثر من اسبوعين يا هاني، يعني هاي ما في مشكله. تابع وياك دكتور ان شاء الله، لكن اقصد انا على اساس اراجع الشابتر والهذا، ما في شيء قاعده كمذكرات او شغله موجوده محملتها على الموقع انت، مو ظاهر عندي اي شيء نهائي. في جروب الفيسبوك هاني، احنا عملنا فيسبوك جروب ونزلت الماتيريالز هناك والفيديوز بنزلها هناك، راح اضيفك. والله حدا يا شباب يعمل شير لهاني اسم الجروب تبعتنا هون على الزوم، خليه ياخذها واعمل لي ريكويست وانا بضيفك، بيكون ببين عندك كل شيء يعني. ماشي يعني لازم اسوي على الفيسبوك اكاونت؟ انت ما عندك اكاونت على الفيسبوك؟ لا نهائيا ما سويت، انا على اساس كله على التعلم الالكتروني. خلص ما في اي مشكله يعني، بنزل لك كله على الاي ليرنينج. خلص بنزل لك كل الماتيريال على الاي ليرنينج ان شاء الله. الله يرضى عليك. بس بدي اياك تحضر، لانه في حرمان والله يا هاني، في حرمان، وانا باخذ حضور غياب يعني البرمجيه الزوم نفسها بتاخذ حضور غياب كل محاضره، وفي حرمان في حرمان بعد الاربع محاضرات. لا باذن الله ان شاء الله. بدي اياك تلتزم من الان لاخر الفصل، اي غياب عليك انت راح تتعامل بشكل خاص ان شاء الله يا دكتوره. طيب هاي في عندنا قتيبه بني محمد حسن، قتيبه بني حسن بعث لك اسم الجروب يا هاني، شايفها عندك؟ شفتها يا هاني؟ شباب اللي بده يغادر يغادر، انا بس بشوف شغله هاني وانتم خلص خلصت المحاضره. هاني ظهرك امامي دكتوره. دخل شفت اسم الجروب؟ اي نعم دكتور. صورها عندك على التليفون؟ صورتها دكتور. خلص تمام، وانا هذا اذا انت اذا بدك تعمل فيسبوك، اذا بدكش تعمل فيسبوك انت مش مضطر، وانا راح ابعث لك اليوم كل الماتيريال على الإعلام. ماشي؟ بارك الله فيك دكتوره. ما في اي مشكله. ماشي اوكي، شكرا. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم.